بدأنا نعمل منذ 3 أشهر على إطلاق مبادرة صفر نفايات للعراق. هذه المبادرة يجب أن ينضم ويتعاون جميع القطاعات مع هذه المبادرة للوصول إلى صفر نفايات مثلا خلال 10 سنوات حسب الدراسة وحسب المبادرة، والمنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدني، الأمم المتحدة، حتى البنك الدولي، نحن في لقاءات مستمرة معهم. البنك الدولي أكثر من 3 لقاءات كان محور الاجتماعات بيننا وبين البنك الدولي وموضوع النفايات في العراق. في آخر زيارة إلي إلى واشنطن في اجتماعات البنك الدولي الربيع تطرقنا إلى نفس الموضوع مرة ثانية. بعدها جاء وفد من واشنطن من البنك الدولي، زارونا في الوزارة وزاروا أمانة العاصمة لنعمل على هذه المشروع النفايات. موضوع مهم، وأعتقد نحن على الطريق الصحيح، والعراق والحكومة مهتمة بملف. وأنا أريد أسأل إلى أي مدى السيد رئيس الوزراء محمد الجشاع السوداني يعني معطي أولوية في 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 ملف جعل شوارع أجمل أنظف بعيدة عن مشاهد الركام والنفايات المتوزعة هنا وهناك؟ حقيقة في البرنامج الحكومي هناك فقرة واضحة وأولوية، أولوية البيئة والمناخ، والسيد رئيس مجلس الوزراء والحكومة مهتمين بدرجة كبيرة بالتغيرات المناخية والحد من آثارها الضارة والتخفيف من هذه الآثار ضمن قطاعات مختلفة، كطاقة، كزراعة، كمياه، كنفايات، كالغام، كإشعاع، كمخلفات كيميائية صلبة موجودة في العراق. في كل الملفات مهتمين اهتمام بالغ، وهي من ضمن الأولويات لدور رئيس الوزراء شخصياً، وفي برنامج الحكومي موجود، وهناك تخصيصات مالية لكل هذه القطاعات ضمن الموازنة العراقية ستصرف للارتفاع بمستوى هذه المشاريع وتقليل الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية. كما تعلم بأن العراق هي 5 دولة متأثرة بالتغيرات المناخية ولديها التزامات أمام المجتمع الدولي، وبالمقابل على المجتمع الدولي وصناديق المناخ أن تدعم العراق، وهذا من حق العراق، لأن العراق متضرر والعراق ليس هو السبب الرئيسي في الاحتباس الحراري الموجود في العالم. جيد، يبقى ملف النفايات. ملف النفايات، هذا ملف النفايات باعتقادنا كوزارة بيئة ومن ضمن المبادرة التي سندرس بفترة دراستها وإطلاقها ستستغرق 10 سنوات. 10 سنوات. نعم، تدريج. هدف صفر نفايات، الهدف النهائي صفر نفايات 10 سنوات. جيد. ولكن الخطوات ستظهر سنة بعد سنة إن شاء الله.